هيا نجاح ثورة 25 كانون الثانية يناير المصرية جول من الحرية للكشف عن شخصية قاتل الفنانة الراحلة سعاد حسني. نشر موقع عيون على الفن بعض التقارير الإخبارية اتهمت فيها شقيقة السندريلا السيدة جنجة حسني رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوة الشريف بالتسبب في مقتلها، وقالت أن المسؤول السابق اضطر إلى قتل سعاد حسني بعدما هددته بكتابة مذكراتها وكشف جميع فضائحه الجنسية خلال فترة عمله بالمخابرات المصرية في سبعينات القرن الماضي. وكان الشريف يجبر بعض الفنانات على القيام بأفعال شائنة مع بعض الشخصيات تحت تهديد بعض الشرائط التي قام بتصويرها لهن في أوضاع مخلة. وعادت أسرة سعاد لفتح القضية بعد ثبوت وجود شرخ في جمجمة الفنانة الراحلة نتيجة تعرضها للإصابة قبل وقوعها من شرفة منزلها في لندن عام 2001، وهو ما يعني أن هناك من دفعها.